حضرنا الآن كريم لعلاج مشاكل البشرة. هذا الكريم بيعالج الكلف، النمش، الزوال، حبوب السوداء، التجاعيد. بشار موسى، منظمة أرض السلام. نحن اليوم بعفرين في مركز بيونس، قدمنا مبادرة مشتركة لصناعة الصابون الطبيعي والكريمات الطبيعية. هاي المهنة رح تستهدف النساء أكثر تضرر وتساعدهم على تحقيق دخل يومي إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله في المستقبل رح يكون عندنا دورات تانية، رح يكون في إلى إن شاء الله عدة مجالات، رح تكون الدورة شاملة أكثر من هيك إن شاء الله، ورح تكتمل عندنا إن شاء الله هاي المهنة في عدة أمور بإذن الله. إن شاء الله رح يكون المستفيدات من هذا المشروع الأكثر تضرر، ورح يكون عندنا ربات أسرة ما عندهم دخل يومي بغض النظر كانوا من المخيمات أو من أهل البلد. إن شاء الله مستقبلا رح يكون عندنا المتطوعات قادرات بإذن الله على الاعتماد على نفسهم، لكن رح يكون عندهم نقص في تأمين المواد بسبب ضعف الإمكانيات عندهم. فإن شاء الله يكون في عندنا بالمستقبل داعمين لهذا الأمر، وإن شاء الله رح يكون عمل بناء بإذن الله على مستوى المحرر. يسعد مساكم جميعا. نحن النساء اليوم مجتمعين بمركز بينوس طبعا مع فريق أرض السلام لصناعة الصابون والكريمات، فبرعاية أستاذ بشار اللي هو عم بيعلمنا، وطبعا في كتير من الحضور حبوا يتعلموا مشان يشتغلوا بهالمهنة الصابون والكريمات. فجد يعني صار مرتين عم نحضر هيك جلسات، فاستفدنا كتير من هالجلسات ونحطها ببالنا انه نحن نشتغل عليها. السلام عليكم. اليوم حضرنا تدريب بصالة بينوس، افتتاح اقامت تدريب منظمة أرض السلام. عملنا كريم للشعر وكريم للبشرة بالإضافة إلى بعض أنواع الصابون المفيد للبشرة وللترطيب ولنظارة الوجه، واستفدنا من هالأعمال اللي اشتغلنا عليها بحيث أنه نفتح أو نشتغل بعد الأيام القادمة نعمل كمشروع صغير إلنا نستفاد منه. وشكرا. نسكة كريم الشعر، هذا الكريم بيعالج تقصف الشعر، القشرة، تساقط الشعر، تمام؟ بعد استحمام بتنشف الشعر نهائيا، بعدين بنوضع الشعر من فروه الراس حتى الاطراف، بعدين بتنشف بيلتف. بالنسبه لصابون الشفاف، مكونات حمض الشفع 70 جرام، زيت لوز او اي زيت ثاني، زيت جوز هند 150 جرام، غليسرين 100 جرام، بروبيلين 50، قطروني اللي هي هيدروكسيد الصوديوم زائد ماء 60 جرام، قطروني 100 جرام ماء، بنحلوا مع بعضهم، بتجهزوا قبل ما نبدأ تصنيع الصابون.